السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موضوع المتغيرات في برنامج البايثون. البايثون انا شغال دلوقتي جوه الداينامو. بيفيدني في ايه؟ ان انا بسهل على نفسي الشغل. يعني في اوامر ممكن تاخد وقت على ما اعملها بالداينامو، ممكن اسهل على نفسي وبرمجها بالبايثون. طيب لو جيت هنا وقلت له بايثون سكريبت، اقدر اجي هنا واقول له انا عايز مثلا نمبر اهوت بالشكل دوت، وابدا اضع القيمه، اسحب من هنا لهنا اوصل، يبقى كده القيمه اللي هتبقى موجوده هنا هتتكتب هنا. طيب خلينا ندوس هنا تظهر معانا اهوت. طيب هاجي هنا على البايثون واروح اقول له ايه، هو هنا بيقول لي ده داتا انتاير اي ان جي نود بيساوي ان، يعني هياخد قيمه الان ويحطها هنا، يعني قيمه الان اللي موجوده هنا اهي هيحطها هنا. طب ما انا بدل ما اكتب دي كلها هقول له اكس، الاوتبوت اللي هيخرج هنا هو دلوقتي زيرو، تمام، هقول له اكس بدل ما اخد اسم كبير خليته اكس، وقلت له رن، راح واخد القيمه اللي موجوده هنا وحطها هنا. تقدر تغير او كل ما تغير هتغير معايا. طيب لو انا عايز قيمه تطلع معاها كمان هقول له و، خلي في اكس و 4 واقول له رن، هتطلع لي قيمه ايه؟ الاكس والاربعه. طيب انا دلوقتي عندي الاكس بتساوي الرقم ده اللي هو 25.1. طيب لو قلت له اكس بتساوي 22 وقلت له رن، هيعمل ايه؟ هياخد ال 22. طب ودوت اتمسح من الذاكره، هو اللي حصل ايه؟ ان هو بياخد القيمه ديت يحطها هنا في الان، والان بيساوي اكس فبيحط الاكس، بيحجز مكان في الذاكره يحط فيه القيمه ديت. بعد شويه انا قلت له لا، شيل القيمه اللي موجوده دي امسحها وحط بدلها 22، فهو بياخد اخر حاجه موجوده. طيب لو انا جيت هنا عند الاكس دي وعملت له علامه اللي هي الشباك دي اللي هي علامه ايه؟ خلاها باللون رمادي، اللي دي كومنت، خلاص انا حولت دي لكومنت. فالمتغير دلوقتي اللي موجود ايه؟ الاكس ده بقى كام؟ بياخد القيمه اللي هي موجوده في الان اللي هي ديت. لو قلت له رن هياخد القيمه اللي موجوده هنا ويحطها بالشكل ده. طيب ممكن اقول له مثلا ايه؟ اعتبر ان الاكس بتساوي بوينت، عايز اكتب بوينت لازم البي تبقى تقيله كابيتال، وبعد كده تقول له دوت بوينت دوت، هيبدا يسالك بقى، اقول له باي كوردينيتس واقول له ايه، حط لي ان النقطه دي احداثياتها مثلا زيرو زيرو، تمام. طيب اقول له رن، هيعمل ايه؟ عمل لي اتنين النقطه وعمل لي القيمه اللي هي اربعه. طب لو انا غيرت دي بتلاتة وغيرت دي مثلا لواحد وقلت له ران، هينقل لي النقطة دي، هيقول لي النقطة بوكس البوينت الاكس هتساوي تلاتة، الواي هتساوي واحد، الزي هتساوي زيرو.